مشاهدينا، وللحديث عن استمرار التضييق على الحريات الدينية في الهند والانتهاكات ضد المسلمين هناك، معنا عبر الهاتف من اسطنبول نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية السيد إسلام غمري الغمري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم سيد إسلام. منظمة Human Rights Watch أكدت أن الهند لا تزال تستهدف المسلمين وتواصل معاقبة الناشطين المعترف بهم دوليا، لماذا تصر السلطة الهندية على سياسة العقاب الجماعي ضد المسلمين هناك؟ ما جاء في تقرير ومناشدة Human Rights Watch للسلطات الهندية بالتوقف عن هذه الممارسات التي تهدف إلى استئصال المسلمين وإحداث تطهير ديموغرافي وتطهير عرقي، لا شك أن هذا الأمر يلقي بظلال خطيرة على الأوضاع هناك، ويشير إلى سياسة ممنهجة للسلطة الحاكمة هناك، وليست مجرد أعمال فردية أو تصرفات فردية بدرت من متحدث باسم الحزب، ولكن هي إجراءات وشحن عنصري ممتد لسنوات ومتجذر في وسط شريحة عنصرية كبيرة من الهندوس، وخاصة الحزب الحاكم الذي يحكم الآن، مما يستدعي تحرك منظمات المجتمع المدني حول العالم لكي تضغط على الحكومة الهندية لكبح جماحها حتى تتوقف هذه الممارسات. هنا دكتور، منظمة Human Rights Watch تشير إلى أن المسؤولين كما ذكرت الهنود في حزب بهارديا جانتا الحاكم هدموا ممتلكات للمسلمين هناك وسط إفلات من العقاب، ما هي السبل الممكنة لوقف الانتهاكات الصادرة من أعلى هرم في السلطة في الهند؟ لابد من تجريم لهذه الأعمال، لابد من أن تتدخل الجهات القضائية الدولية والجهات المنظمة للقوانين التي تحترم الأديان وتحترم المقدسات، أن تتدخل لحماية ما المسلمين هناك، ويسعى المسلمون حول العالم الدول الإسلامية أقصد للتحرك ومنظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لكي تستصدر قرارات دولية لصالح المسلمين هناك، تمنع هذه المحارق، تمنع هذه الانتهاكات، تمنع العدوان على المساجد وهدم المساجد والمقدسات والاستيلاء على الأموال وقتل المسلمين السلميين هناك بدم بارد. كل هذه الأمور تحتاج إلى تحرك دولي لإيقاف هذه الممارسات وهذه الوحشية الممنهجة، كما تم ملاحقة النازيين عقب الحرب العالمية، ولا يزال حتى الآن يعني نسمع أخبار عن رغبة دولية بعدم إفلات أي نازي من العقاب. ينبغي كذلك ملاحقة هؤلاء المتعصبين، هؤلاء العنصريين، حتى يكونوا عبرة لكل حزب حاكم أو لجهة تحكم بالعنصرية والفاشية. دكتور، توقيت مثل هذا الهجوم ضد المسلمين في الهند، يعني هل هناك سر لهذا التوقيت؟ في الحقيقة نجد أن هذه الأحزاب المتطرفة تقتات على الخطاب العنصري رغبة منها في حصد بعض أصوات الناخبين، خاصة عندما يحدث عمليات التهييج واستثارة النعرات والعصبيات، فتكون الهدف منها في الحقيقة انتخابي. الحزب رغم تراجعه في نسب يعني استطلاعات الرأي، إلا أنه يسعى بهذا الخطاب العنصري أن يجتذب أصوات العنصريين، أن يعود إلى الصورة من جديد. طيب، أيضا Human Rights Watch أشارت كذلك إلى أنه بعد صدور انتقادات من قبل دول إسلامية استراتيجية للهند، باتت الهند تضيق الخناق على النقاد القادرين على الوصول إلى الجمهور العالمي. هل ممكن أن تنجح الهند في سياسة تكميم الأفواه وقطع الصورة من أن تصل إلى العالم بهذه البشاعة التي ترتكبها؟ لا شك أن الهند تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتكريس هذا الواقع وفرضه ومنع وصول يعني الأصوات التي تفضح هذه الممارسات العنصرية،
ولكن هذا واجب المنابر الإعلامية، القنوات الإعلامية، الأنظمة، المؤسسات الإسلامية تحديدا أن تقوم بهذا الدور انتفاضة وانتصارا لمسلمي الهند الذين يبادون بدم بارد. لا نريد أن نجد أندلس أخرى أو شعب يباد أو أمة تحترق بينما يشاهد العالم الإسلامي هذا الأمر في الحقيقة في رقاب الحكومات والحكام والملوك والشعوب. هنا دكتور موقع ميدل إيست آي البريطاني يحذر من أن نحو 200 مليون مسلم هندي يعيشون خطر محدق غير مسبوق يتمثل ربما في تكرار سيناريو الإبادة الجماعية في رواندا. هل بات المسلمون بقرب هذا الخطر المحدق؟ بالفعل الأوضاع هناك خطيرة جدا وتنذر بكارثة كبرى ما لم يتدخل العالم الإسلامي بشكل خاص للضغط على المجتمع الدولي حتى تجرم هذه الممارسات، حتى يحرم هذا الحزب من الاستمرار في السلطة، حتى يأتي أصوات معتدلة تحكم الهند بدلا من هذا الحزب العنصري. لا شك أن هناك خطر داهم بوجود حكومة عنصرية لا تقل عن فاشية النازية وعنصريتها. نشكركم الشكر الجزيل. من اسطنبول نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية السيد إسلام غمري، شكرا جزيلا لك.